ان مشاهدي متابعي قناه الشعب قناه شوف تيفي مرحبا بكم في هذه البث المباشر بطاط مدينه الدار البيضاء. لا شك انكم عرفتوا هذه البلاصه هذه، لا شك ان شحال من مره حنا كنطلقوا بث مباشر في هذه الحديقه اللي فيها ظواهر ليليه غريبه مع انعدام اناره، مثليين، دعاره وفساد في هذه الحديقه العموميه. زبائن كيدخلوا زائد عملية السرقات اللي كتدار هنا. يعني ظواهر اللي كدار هنايا غريبه، لا من مثليين، لا من دعاره، لا من عمليات سرقه. هاد الحديقه ديال 16 ماي اللي كتواجد في شارع حسن ثاني بالقرب من ساحه الحمام. زائد تعاطي المخدرات، تعاطي الماده السيليسيون في هاد الحديقه العموميه. كاينين هنا واحد الطواليطات كيمشيو وراهم وكيطرا كل ما هو فاحش. شوفوا معنا ايضا دعارة وفساد الجنبات ديالها. من اخطر المناطق كنبغي نحضر حتى الناس اللي كيتابعونا، إلا دزتو من هنا فترة الليل أو من داخل هاد الجردة هادي حداو راسكم، فكنطلب منكم أنكم تفادوا باش تمروا من الداخل ديالها. لأن صراحة الإنسان يحمي راسو، رجال الأمن كيقوموا صراحة بالواجب ديالهم، كيقوموا بحملات أمنية مستمرة، فلهلا يخطيهم علينا، لهلا يخطي علينا رجال الأمن كما كتبعوا معنا المشاهدين الكرام. صراحة هاد الحديقة هادي خاصها الدواء ديال، خاصها الدواء، خاصها شي حاجه ما يبقاش هذا الشيء يتكرر هنايا، لان دائما هذا الشيء ما كيتكرر، هذا الشيء دائما ما كيتكرر وكيتعاود. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم الى منطقه مباشره اخر ان شاء الله. الى اللقاء.